السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. فيديو جديد ووصفة جديدة، هذه المرة سنعمل يعني وصفة للتخلص من الصراصير. كما تعرفون هذه الحشرات المزعجة التي تظهر يعني في بداية الفصل الحار، تظهر الصراصير وتبدو مزعجة جدا بحيث أنها تخيف النساء كثيرا جدا، كما أنها يعني من الحشرات التي تعطي انطباع عدم النظافة، وأيضا تعتبر يعني حشرات ناقلة للأمراض. إذن اليوم سنعمل وصفة للتخلص منها في حال ظهورها. يمكن التخلص منها يعني بسهولة بحيث هذه الخلطة تعمل يعني على قتلها. إذن لعملها سنحتاج للماء، سنحتاج للخل، وسنحتاج لسائل غسل الأواني، يعني أي سائل غسل أواني متوفر عندكم، وأيضا سنحتاج لبخاخ حتى يسهل استخدام هذه الخلطة. إذا لنبدأ في عملها. إذا سنحتاج لقمح حتى نقوم بإدخال كل المكونات إلى هذه القارورة. أولا سأخذ سائل غسل الأواني وأضعه في الماء حتى يسهل وضعه في القارورة. أخذت هنا مقدار 3 ملاعق، سأقوم بخلطها جيدا حتى تمتزج. ثم سأقوم بوضعها في القارورة. ثم سأقوم بوضع الخل. بالنسبة للخل، كلما وضعتم كمية أكبر فهذا السائل يكون قاتل وذو فعالية أكبر لقتل الصراصير. إذن سأضع كمية وفيرة منه. وبذلك نحصل على يعني سائل قاتل للصراصير. إليكم طريقة استعماله. عندما تلاحظون وجود صرصار يعني على الجدران أو في أي مكان، قوموا برش هذا المحلول عليه. هذا المحلول يقوم بإيقافه فورا وبقتله فورا بحيث لا يستطيع الحركة، يعني يشل حركته بشكل يعني قوي جدا، وبالتالي يمكننا يعني تنظيفه ورميه يعني في سلة المهملات. إذا داوموا على ذلك حتى تختفي الصراصير تماما. هذا الخليط فعال جدا، وكما ذكرت كلما وضعتم كمية خل كبيرة سيكون مفعوله أقوى جدا على الصراصير. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الطريقة للتخلص من الصراصير. لا تنسوا لايك للفيديو وشير لمشاركة هذه الطريقة مع غيركم حتى يستطيعهم أيضا التخلص من هذه الحشرات المزعجة. وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.